نهاركم سعيد وأهلا وسهلا فيكم. بالنسبة لورشة جذب الشريك، هي بتعمل على إعادة برمجة اللاواعي وبتشيل المعتقدات اللي بتمنعك من أنك تجذب شريك. لو أنت شخص بيجيك خطاب وبيروح وما بيرجعوا، أو بتتكرر الأحداث والسيناريوهات في علاقتك مع الشريك أو الحبيب عفوا، بالتالي أنت بيكون عندك معتقدات معيقة للزواج. فإحنا في هاي الورشة بنشيل المعتقدات المعيقة للزواج عشان نفتح الطاقة ونعلي التردد تبعك وتجذبي الشريك المناسب في مدة 30 يوم. وأحياناً بحتاج، في بنات بيحتاجوا من 30 إلى 40 يوم، يعني بتعيد التمرين الأول مرة تانية. لكن هذه هي الطريقة، فهي فيها إعادة برمجة. كل أسبوع عندك برنامج بتمشي عليه لمدة 4 أسابيع، وهذا البرنامج كفيل انه يحرر اي معيق يجذب زواجك. شكرا لكم.